بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني، وما زلنا بنناقش بعض الأسئلة اللي فيها شك، واللي أحيانا بيسألوها أولادنا، وكثيرا ما يروجوها المتشككين أو غير المؤمنين. قضية دلوقتي شغلة العالم كله، وللأسف عدو الخير بيقلبها علينا احنا كمسيحيين ويطلعنا احنا اللي غلطانين، هي قضية الشذوذ الجنسي او الهوموسيكشواليتي، اللي بيها بيعتبروا ان المسيحيين دول هم اعداء الحرية، على اعتبار ان الشذوذ ده دي حاجة حرية شخصية، وانه كون المسيحيين طبعا اللي منهم فاهمين، يعني اللي ماسكين الانجيل والكنايس المصحصحة بتقول لا ده غلط وده خطية، بيعتبروا ان ده بقى ايه تقييد لحريات البشر، يرفعوا قضايا على الكنائس دي وبيهاجموها بعنف شديد جدا، ممكن يصل الى الارهاب، لمجرد ان هم واقفين لفكرة الشذوذ دي موقف يعني شديد انه ده غلط. وبعضكم يمكن يعرف ان في بعض البلاد الاجنبية وصلت انه يعني تعريف كلمة عيلة في الدستور شطبوه، وما بقوش يقولوا رجل وامرأة وأولاد، يعني سابوها كده عايمة، لأنه كلمة عيلة دي ممكن تحتمل أي حاجة. وأنه دلوقتي لو واحد في بعض البلاد بيعاني من الشذوذ وبيحاول أنه يرجع إلى طبيعته، الدكتور اللي بيساعده يتحاكم وتتاخد منه رخصة مزاولة مهنة الطب النفسي أو الإرشاد النفسي لو حب يغير ميله. يعني تصوروا شاب مثلا عنده ميول جنسية لنفس جنسه، فمتضايق، هو حاسس أنه كرجل مفروض يميل إلى الجنس الآخر، فاهم كده، لكن هو عنده ميل لنفس جنسه، فبيروح مثلا لكونسلر أو حد في بعض البلاد يقول له ساعدني ان انا استعيد طبيعتي كرجل بحيث اميل الى الجنس الاخر مش نفس الجنس. في بعض البلاد لو الدكتور ده ساعده الدكتور ده يتشطب عليه لانه مش من حقه. شوف طبعا تحسوا ان في شيطان بيحرك الامور، لانه عاوز يفسد ما خلقه الله. واحد يقول يعني هو الانجيل قال بصريح العبارة كده ان الموضوع ده غلط؟ الانجيل قال بصريح العبارة، لكن كمان احنا مش بس بنقول الانجيل، احنا كمان بنرجع كل شوية نقول المنطق، لان احنا اتفقنا ان احنا في حواراتنا احيانا يقابلنا ناس لا يعتبرون او لا يحترمون مرجعية الكتاب، وبالتالي يحترمون العقل، خلينا نناقش العقل. بداية ان الانجيل قال من اول سفر التكوين في البدء خلق الله السماء والارض، بعدها بشوية يقول خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى خلقه. يبقى في تمييز جنسي من بداية الكتاب المقدس، في رجل وامرأة. آدم أول ما شاف حواء انجذب ليها وقال هذه عظم من عظمي لحم من لحم. في نفس النص يقول لذلك يترك الرجل مميز كرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، يبقى في التصاق، يبقى في ميل جنسي للزوجة، يبقى ده الطبيعي. ما سمعناش ساعتها عن أي حاجة غير كده. تدور الأيام ونبتدي نسمع جوه الكتاب المقدس عن الانحرافات الجنسية. بقينا نسمع مثلا أن لامك في أول سفر التكوين تكوين أربعة، لامك ده حفيد قايين تزوج امرأتين، يذكرها الكتاب وكأنها حاجة خرجت عن الطبيعي، لأنه من أول آدم في حواء وكل واحد له مراته. وحتى لما نوصل لنوح نلاقي الروح ومراته، سام ومراته، حام ومراته، يافس ومراته، تمانية بالعدد دخلوا الفلك وخرجوا منه. إنما هنا ذكر مجرد أنه أصبح فيه امرأتين، دي حاجة كأنها خرق لناموس الطبيعة، النظام الإلهي اللي ربنا عاوزه عمله. وتعددت الزوجات طبعا في الكتاب، وشفنا مثلا توصل لغاية سليمان إلى أنه تزوج مئات من السيدات
وده كان سر انهيار المملكة بعد كده، وكاد سليمان يهلك لولا انه تاب في آخر حياته. أرجع تاني لفكرة بقى الهوموسيكشواليتي. نسمع مثلا في سفر التكوين برضو أن سدوم وعمورة في نوع من الجنس الغريب، لدرجة أن الملائكة اللي جايين كرجلين ينقذوا لوط وولاده، رجالة البلد اتملأت لموا عند باب لوط عاوزين ياخدوا الرجلين دول بتعبير الكتاب ليعرفوهما. طبعا دي معرفة مقصود بها، بس الكتاب مش عاوز يقول كلمة وحشة، يعتدوا عليهم جنسية. لوط خرج لهم يدافع عن الضيوف اللي هما ملائكة، لدرجة شوفوا من كتر الفساد انه عرض عليهم بناته، وكأن الزنا العادي ده حاجة يعني ما بنناقشهاش، احنا بنتكلم في مستوى اعلى من كده. كانت النهاية ان سدوم دي وعمورة اتحرقوا وخربوا. وكنا زمان ندرس الكلمة دي تحت كلمة سودومي، يعني كلمة سدوم اصبحت هي الكلمة اللي اخذت على العلاقات الجنسية اللي من النوع ده بين راجل وراجل. انما النهاردة صعب تقول الكلمة دي، يعتبروك بتهين شخص في حريته او في احترامه لنفسه. الكلام ده ذكره حتى العهد الجديد على الحادثة دي، لما يقول في رسالة يهوذا: كما ان سدوم وعمورة والمدن التي حولهما ازنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر. مضت وراء جسد آخر يعني إيه؟ يعني مش ميل للجسد المعتاد، لا، أصبح ميل لنوع من العلاقات الغير طبيعية. إذن رسالة يهوذا ذكرت قضية سدوم وعمورة في العهد الجديد. اللي شرح القصة دي بالتفصيل تستغربه القديس بولس نفسه، عشان ما نقولش مجرد ده رأي مسيحي أو رأي كنسي أو رأي قرن 21، لا. في روميا 1 القديس بولس وهو بيتكلم عن فساد البشرية واحتياجها للمسيح المخلص وانهيار الأخلاقيات وظلمة هذا الدهر وغباء الناس في ان هم ماشيين وراء أجسادهم زي الحيوانات، قال كلام صريح جدا. قال إيه؟ يقول: الذين استبدلوا حق الله بالكذب. يبقى الواضح ايه؟ خلي بالكم من علاقة الخط الإلحادي او رفض الحقيقة، حق الله يعني الحقيقة، والدخول في المتاهات دي من النوع الشذوذ وغيره، واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق. كانوا زمان يعبدوا التماثيل وبالتالي يقعوا في الزنا وفي الشذوذ، النهارده بيعبدوا الدولار وبيعبدوا المركز ومراكز والحاجة دي. الذي هو مبارك إلى الأبد أمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. يعني الستات الأمميات الوثنيات بقوا يمارسوا نوع من الشذوذ مع ستات زيهم، ما بقاش استخدام طبيعي. وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي. تلاحظوا تكرار كلمة الطبيعي ليه؟ لأن الطبيعة خلقت ربنا، فالطبيعي نظام ربنا، والخروج عن الطبيعة أو الطبيعي يبقى خروج عن ربنا. كل ما هو ليس طبيعي يبقى خطيئة. الطبيعي هو الصدق، الكذب خطيئة. الطبيعي هو الزواج، يبقى الزنا خطيئة. الطبيعي رجل وامرأة، يبقى الشذوذ خطيئة، لأنه خروج عن الطبيعي. الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور. كلام صريح. ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. تستغربوا من الآية دي، يعني إيه نائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق؟ هنا عاوز أقول معلومة مهمة بينكرها أحيانا بعض العلماء اللي عندهم النوع ده من الشذوذ، أنه مرض الإيدز ثبت أنه أكثر انتشارا جدا في الهوموسيكشواليتي في الحالات دي، وأنه كثير من الأمراض النفسية والمتاعب النفسية
تتضاعف في الناس دول أكتر من العادي، فكأنهم جزاء ضلالهم المحق، يعني في عقاب أو في نتيجة طبيعية لتشويه الطبيعة الإنسانية. ده إنسان مشوه، ده إنسان مش طبيعي، وبالتالي تلاقي فيه كل حاجة مش طبيعية، تلاقي متاعبه النفسية مضاعفة، تلاقي أمراض غريبة بتصيبه أكتر من الأمراض الطبيعية لأنه خرج عن الطبيعي. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، يبقى الجماعة دول لا يستحسنوا معرفة الله، مش عاوزين ربنا، لأن ربنا بيقول لهم غلط، بيقول لهم توبوا، المسيحية بتقول كده. أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. يبقى الكتاب المقدس صريح من أول أخبار سدوم وعمورة، ودي روميا واحد، ودي سمعنا رسالة يهوذا، في موقف واضح من الإنجيل ومن المسيحية ضد خطايا الشذوذ الجنسي. الحاجة التانية، لو تسمعوا في الشريعة عن لفظة المأبونين، أو أحيانا تيجي في العهد الجديد نوع تاني اسمه مضاجع الذكور. المأبونون دول كان حسب الشريعة محرمين، يعني يقتلوا يرجموا زي الزناة وأكثر. لكن في الفترات اللي الشعب اليهودي عبد أوثان، بقى جنب عبادة الوثن في مركز للمأبونين دول، أو مركز دعارة للنوع ده من الخطايا، دايما جنب الوثنية، جنب التماثيل اللي بيسجدوا لها. وبالتالي كان في علاقة واضحة قوي بين الوثنية وضلمة الفكر والبعد عن ربنا، وبين انحرافات الجسد إلى أشياء غير طبيعية. وتلاقوا تحريم المأبونين ده له كذا آية في العهد القديم، تلاقوها في لاويين 18، تلاقوها في تسنية وهكذا. وحسب الشريعة من يضاجع رجل مضاجعة امرأة يقتل، هو ركس عند الرب. يعني إذا في نص صريح بيقول إن الكلام ده خطيه. في العهد الجديد كمان ذكر آيات تانية، مثلا في كورنثوس الأولى 6، لما كان بيتكلم عن إن الخطايا اللي مصر على خطيته ملوش دخول السماء، قال لا تضلوا. لا تضلوا يعني ما تصدقوش، ما حدش يضلل دماغكم ويقول لكم ينفع واحد ماشي غلط يدخل السماء. لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور، يبقى ذكرها بشكل صريح، ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. كورنثوس الأولى 6-19. يبقى هنا في إعلان صريح إن الخطايا دي لو استمروا فيها ملهمش سما. لكن هي محطوطة جنب كل الخطايا عشان نفهمها احنا، دي خطية، دي مش حرية، دي خطية. وبالتالي الخطية ليها علاج التوبة. محدش ياكل خد كلامي على ان احنا مش بنحترم الناس دول، احنا بنحترمهم، دول بشر بنحبهم، المسيح بيحبهم ومات عشانهم. لكن لو فضلوا مصرين ان اللي بيعملوه صح، وتحت شعار الحرية شايفين نفسهم صح، وهم مرجعية نفسهم، مش عاوزين يرجعوا للحق الكتابي، لإعلان الله، للطبيعة اللي خلقها ربنا، يبقى ملهمش دخول ملكوت السماء. وأغلبهم بيقولوا أساسا لا في ربنا ولا في ملكوت. لكن للأسف بعضهم عاوز يتمسح في المسيحية ويقول أنا صح والإنجيل موافقني. طبعا الكلام ده مش في الإنجيل. نص آخر تلاحظوا أنه موجود في تيموساوس الأولى الإصحاح الأولاني، برضو آية واضحة صريحة ضد الكلام ده. يقول في تيموساوس الأولى: عالما هذا أن الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة والمتمردين، للفجار والخطاة، للدنسين والمستبيحين، لقاتل الآباء وقاتل الأمهات، لقاتل الناس، للزناة، لمضاجع الذكور. يبقى محطوطة ضمن كل أنواع الخطايا الصعبة، القتل والزنا والإيه والدنس والاستباحة، يبقى خطيئة، لسارق الناس، للكذابين، للحانثين، وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح. تيموساوس الأولى أول إصحاح 19.
يبقى الكتاب واضح. هنا يجي الدعاء، وبقول الدعاء انه كتير من الناس دول بيقولوا احنا اتولدنا كده، الجينات اللي في جسمنا كده، فاحنا ملناش ذنب. العلم الحقيقي، الدراسات الحقيقية أثبتت إن مفيش حاجة اسمها جين يطلع راجل مش راجل، لا مفيش كلام زي كده، ده الدعاء. إنما هو اللي بيحصل إيه؟ إن الطفل ممكن يتربى في مجتمع فيه لخبطة كتير، ما هو الطفل ده بيطلع ضحية، فيفاجأ إن في راجل أو شاب بيعتدي عليه بطريقة معينة، فيتكون جواه ميل لهذا الشكل الغريب من التلذذ الجنسي، فيكبر ويبقى مستقبل لهذا النوع من الانفعالات الجسدية، وممكن يكبر أكتر من كده ويبقى هو نفسه عاوز يمارس ده مع شباب أو رجالة. فدخلنا في شكل مشوه بدأ في الطفولة لكن ما بدأش في الولادة. يعني إيه؟ مش خلقة ربنا، ده المجتمع الفاسد والبيت الملخبط والأماكن اللي كلها موبوءة وعدم وجود فكر ربنا ونور ربنا هو اللي مخلي الفساد عمال يكتر. لكن الطفل اللي اتربى طبيعي بين أب وأم، وأب وأم بيحبوا بعض محبة حقيقية، عايشين علاقة جسدية مقدسة في النور كزواج، وأم بتحترم الأب لأن في حتة نفسية في الموضوع، الأم المتسلطة على جوزها تطلع أولادها أكثر عرضة للنوع ده من الانحراف. لأن الطبيعي أن يكون الأب هو الرأس ورأس البيت يعني. فعدم احترام الزوجة لجوزها أو تطاولها عليه أو ضعف صورة الأب ساعات تخلي الطفل يعني إيه يتقمص شخصية أمه، فيطلع هو نفسه شايف نفسه مش راجل، يميل للصورة دي أكتر. وكذلك بالنسبة للبنات والسيدة، طبعا مش ده بس الأسباب، في أسباب كثيرة لكن كلها مرتبطة بالتربية والخبرات السيئة والتعاليم البطالة والفساد اللي في العالم، لكن ما فيش حاجة مرتبطة بربنا، حاشا، الجينات دي خلقة ربنا، ربنا ما خلقش الإنسان عشان يمشي في السكة دي، وإلا يعني يبقى رب حاشا نقول كده، لأن ربنا أعلم بشكل صريح ذكرا وأنثى خلقهما، ولما جاب لآدم جاب له حواء، ما جابلوش حاجة تاني، وده كان الشكل المثالي أو الأيقونة أو الموديل اللي كل البشرية هتمشي عليه. ولما شفنا نوح مثلا كمخلص للجيل بتاعه هو اللي عايش عيشة فيها زواج وفيها أولاد وعلاقة طبيعية، أولاده نفس الكلام، موسى النبي كان متزوج، أبونا إبراهيم كان متزوج، إسحاق، يعقوب، داود، بطرس الرسول كان متزوج، ما كانش فيه غير الشكل الطبيعي اللي احنا مستلمينه وشايفينه وعايشين عليه وموجود في الإنجيل. فما يدعيه بعض الناس انه العلم بيقول الجينات بتقول كده وبالتالي انا ذنبي ايه، لا، هو يمكن الذنب مش ذنبك لوحدك، هو ذنب المجتمع كله، لكن كل شيء قابل للإصلاح بالتوبة. واحد يقول بس مستحيل واحد يغير هذا الميل اللي جواه، هو بيقول مستحيل على ايه؟ هو الكتاب صريح وبيقول وهل يعصر على الله شيء، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ولو درست الموضوع بشكل طبي ده في درجات في الموضوع ده، في واحد ممكن يبقى مجرد عنده ميل بس، مجرد فكرة وما دخلش في ممارسات رديئة ولا خبرات رديئة، ده علاجه مش صعب أبدا، ده ممكن يعيش حياة سعيدة ويتجوز بعد أولاد، والموضوع ده يبقى مجرد ذكرى بهتة كده زي أي فكرة رديئة تحارب أي إنسان. طيب ما هو اللي بيقوله ما أقدرش أعمل كنترول على نفسي، طب ما قالش ليه ليوسف والإغراء جايله من امرأة سيده عمل كنترول على نفسه إزاي؟ ده كل الظروف بتدفعه دفعا إلى الزنا، وده ميله الجسدي الطبيعي. كان بالأولى يوسف يقول طب أنا أعمل إيه غصب عني؟ لا، مفيش حاجة غصب عن حد، الإنسان له إرادة وبقراره وبإرادته بيقول صح وغلط، يا يمشي صح يا يمشي غلط، ممكن يرفض وممكن يقبل، والشيطان ما يقدرش يجبر حد على حاجة، كل القديسين علمونا كده،
لأن الكتاب بيقول إبليس عدوكم يقول كأسد دائر مبتلع ملتمسا من يبتلعه فقاوموه. إذا احنا في إيدينا نقول لأ، وفي آية تانية تقول لا تعطوا إبليس مكانا. فكل اللي بيقول غصب عني ده، أنا ربنا خلقني كده، أنا ظروفي كده، مفيش غير كده، هو الحقيقة ادعاء باطل. لأنه اللي هيسرق هيقول أنا أعمل إيه، واللي هيكذب هيقول أنا أعمل إيه، واللي هيقتل كمان هيقول أنا أعمل إيه، واللي بيزني بيقول أنا أعمل إيه. يبقى الواحد مش عاوز يتحمل نتيجة أفعاله وقراراته. واحد يقول طب ما هو برضو العلاج صعب، لو واحد تعرض لخبرات سيئة وعاش في الموضوع ده كتير مفيش حاجة مستحيلة. لكن العلاج يبدأ بالمسيح، بالتوبة، بأن أنا أروح لربنا وأقول له غيرني، ساعدني، صلحني، أنت اللي خلقتني، أنت تصلح حالي، تشيل اللي فات كله والمسيح شاله على صليبه، وتديني حياة جديدة نقية بجواز أو من غير جواز، لأن الجواز مش هدف في ذاته، لكن النقاوة هدف في ذاته. نقاوة القلب ونقاوة الجسد ده هدف، أما الزواج فهو وسيلة ربنا إداها للبعض، لكن مش الكل ممكن يتزوجه. فحتى لو افترضنا واحد مش قادر يظبط الميل ده خالص للطبيعي، طب فليحافظ على نفسه. ما ياما شباب ما تجوزوش ومحافظين على نفسهم وعايشين في نقاوة. إذن كل ما يدعيه العالم من أن ده موضوع ما حدش يقرب منه ودي حرية شخصية، ويتباهوا بالخطية ويقفوا بشدة لأي حد يحاول يقرب من الفكرة دي، وينادوا بالشعارات دي جوه المدارس والكليات والجامعات، ويعلنوا عن نفسهم ويحاولوا يتقلدوا مناصب عالية، كل ده طيار شيطاني داخل على العالم بيحاول يهد النظام الإلهي اللي ربنا عمله. لكن في الآخر ربنا لهم عاد، زي ما حصل مع سدوم وعمورة، لما صعد شرهم جات النار والكبريت قضت عليهم. قد يكون هؤلاء الناس بيستعجلوا المجيء التاني ودينونة الأشرار، لأن لو الفساد ده انتشر جدا، وهو للأسف منتشر في العالم، وخد صورة إنه هو ده الصح، يبقى يمكن تبقى نهاية الأيام. لأنه لما يعلن الشر عن وجهه القبيح كأنه هو الحقيقة وما عداها هو الخطأ. النهاردة في بعض البلاد الأجنبية اللي بيتجوز بيبصوا له أنت مش طبيعي، اللي بيتجوز تتجوز ليه تربط نفسك وليه تزل روحك، ما الدنيا أسهل من كده، وإيه لزومه أساسا؟ زي ما لغوا ربنا لغوا الطبيعي، لغوا كل حاجة حلوة، لغوا فكرة العيلة. من مقاسي الموضوع ده ان النهاردة في عائلات كتيرة بقى مشوهة في العالم الغربي، تلاقي الطفل طالع يقول لك انا عندي ابين او عندي امين، لان هو مش فاهم يعني ايه بابا وماما، ما هو مفيش الشكل الطبيعي ده. وممكن يبقى بيغرس فيه من البداية هذا التوجه على انه ده الطبيعي، فيتربى على الغلط من اول يوم وكأنه ده طبيعي، وضميره يتخدر، موسومة ضمائرهم زي ما قال الكتاب. فيمكن الإنسان اللي طالع طبيعي يفضل ضميره تعبه، لأنه حاسس أنه مش زي بقية الولاد، أو هي مش زي بقية البنات، إنما هتوصل بالشر أنه ضميره يتخدر. يبقى ده العادي، زي واحد من كتر الكذب ما بيتعبش لما يكذب، بيعتبرها شطارة. هكذا يصل الشر إلى أعماق الشر، بحيث في الآخر يبقى الشيطان مسيطر تماما، ما يسيبش حد يفكر في النور، يفكر في الطهارة، في القداسة، في البراءة، في النقاوة. الكلام ده يبقى غريب جدا عن أهل الدنيا، زي ما قال القديس بولس اظلم قلبهم الغبي، يعني أصبحت الحكاية ضلمة قوي. إنما نفكركم ونقول الإنجيل قال وسط جيل معوج ملتو تضيئون بينهم كأنوار. هنفضل إحنا نعلن عن الحق، هنفضل نقول المسيح قال، الإنجيل قال، استلمنا كده الطبيعة كده، هندافع عن الحقيقة حتى لو متنا بسببها. وإلى لقاءات أخرى من سؤال محيرني، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.